نحدد أول العنصر اللي نبي الحركة مالته من تحت، لما نشوف شكل السهم يتغير هني حددت إني أبي العنصر يجي بالأول ثانية من الفيديو. نشوف تحت التكست اللي هو الكاركترز اللي هي الشخصيات. ممكن أنا أصمم لي شخصية بنفسي، بس هذه بالنسخة المدفوعة، وفي هني الشخصيات المجانية الميكر. عندنا شخصية الولد وشخصية البنت، مثل ما نشوف لها أكثر من ايموشن. الشخصيات الثانية هي متنوعة، بس أغلبها أو كلها عفوا مثل ما نشوف برو برو برو. أختار شنو أبيها تكون standing. أطلع معي ثنتين. أحدد وين مكانها أبي، وأقدر أيضا أتحكم بكبر الشخصية، وممكن أتحكم بالوضعية، هل أبيها متفاجئة أم حزينة أو خائفة. راح أحطها واقفة، ممكن أعكس يمين أو يسار. لما أضغط على الكاركتر وأضغط على settings تطلع لي الخيارات أكثر. ممكن أختار مدة الانيميشن، ايش كثر أبي طول حركتها تتحرك ترمش، كم مرة أبيها ترمش وهي واقفة. وممكن أيضا نختار خيار playing loop، كذي الشخصية راح تظل تتحرك طول ما الفيديو شغال، كل ما يعني السلايد شغال عفوا. ممكن أختار شفافية الشخصية، شي اختفت كليا. وأيضا أختار الإفكت بعد ما أحدد settings إفكت، مثل ما نشوف في الخيارات هنا أبيها أب، وأبي الشخصية لما أحددها أشوف هي وين مكانها بالتايم لاين، أبيها تكون أول شيء، أول شيء تطلع. عفوا، لأني حاطتها بالثواني الأولى فما بينت الحركة. ومثل ما نلاحظ الشخصية ظلت تتحرك لأني حاطتها لا نهائي. واللي تحته البروبس عندنا هذا البيسك الفري، هي أشكال صور نضيفها فقط لتزيد جمالية السلايد، وممكن أيضا نستفيد منها. في منها البرو وفي منها العادي. خلينا
عشان أضيف شريحة جديدة أول أختار لها background، أروح للabstract background، أنا already كنت مبطلتها. وأروح للprops، واختار شكل موقع. ممكن استخدمه اكتب عليه ويصير بطريقة اخرى. اختار تكست، اختار التكست اللي ابيه، نوع التكست الموجودين، ونختار شيء بيسك أحسن، تايتل فقط. أكتب الألوان الأساسية، أغير اللون، أبي أحمر. طبعا نقدر نغير بالتدرج إذا مو عاجبنا، مثلا أبي بني مايع البني، أبي يكون فوق، حجم الخط، هو أريد كان بولد، أخليه بولد، مايل. واختار له افكت، مثل ما نشوف الحين. أبي نص ثاني أيضا، أحمر، أصفر وأزرق. بغيرهم على حسب الألوان، أحط الأحمر والأصفر والأزرق مثل ما نشوف كذي غيرناهم. وأبي إفكت عليهم تصير، كل واحد بروح يكون التحديد ماله. والأزرق أيضا، نعاين اللي سويناه. نضيف شريحة أخرى أيضا،
ونشوف بعد البروبس، نشوف الشيبس. الشيبس اللي هم الأشكال، مثل ما نشوف في أشكال متعددة كثيرة نقدر نستخدمها، وأقدر أحدد هل أنا أبيها، هل أبي ألونها أو تكون فقط بدون تلوين. وفي عندنا أشكال متحركة أو animated، ممكن تعطينا حركة أو انتباه للكلام أكثر. خلنا نطبق على الشريحة اللي قبل. أو عفوا هني نسوي قفل عشان ما يتحرك معنا. وأكبره وأختار له أيضا إفكت. أعيد المعاينة عليه هو بس مثل كذي. وأيضا الـ image frame وهو إطار أقدر أحط داخله صورة مثل ما أشوف من هالأشكال، أي شكل أختاره أقدر أحط داخله صورة. أختار مثلا تلفزيون قديم، وهو على طول راح يوديني عند الـ images، منها أطلع صورة، أضغط على add image راح يعطيني أكثر من خيار، ممكن من الكابتشر من الكاميرا اللي موجودة بالجهاز، أو أبلود أخذ من الجهاز، أو ممكن إني أوظف مصمم. راح أضغط على أبلود البيكتشرز اللي موجودة بالجهاز، أختار الصورة اللي تناسبني. وراح تطلع لي هني عشان إذا بستخدمها مرة ثانية تكون جاهزة بالفعل. وأكبر على كثر ما أبي، وأقدر أيضا أقصها أو أقلل من الحجم، من حجم الصورة اللي داخل. وأيضا أقدر أميل أو أعكس، وأخيرا مثل ما أشوف مثل كل مرة أضغط settings effects. أختار الإفكت اللي يناسبني، أبي up، ممكن أضغط add hand، أختار إيد تضغط تطلع لي الموفمنت، وممكن أيضا إني أربطه بلينك بس أنا الحين ما أحتاج. خلينا نجرب الإفكت. نبي نضيف نص